نصر الله يركع، سنخرج من العراق ولم نرسل السلاح لليمن. التصريحات التي أدلى بها الإرهابي حسن نصر الله بعد قرارات الجامعة العربية تؤكد أنه تلقى الطلقة الأولى في صدره، وأنه أجبر على الانحناء والركوع لعاصفة الجامعة العربية بعدما قالت له الدول العربية جمعاء إنه إرهابي وظهره مكشوف ولن يسكت عنه ولا عن إرهابه أحد. لذلك لم يكن أمامه إلا الاعتراف بهزيمته ومحاولة التبرؤ من جرائمه وإرهابه. فخرج نصر الله يكذب قائلا: لم نرسل صواريخ لليمن، لم ندفع بإرهابيين للبحرين والكويت، لم نهدد أحدا، ولم نرسل سلاحا إلى أحد. إنها لحظاته الأخيرة قبل الإعدام على مقصلة إرهابه، لذلك يحاول المراوغة والهروب، لكن الحقيقة هي أن محاولة تنصله من جرائمه أكدت هذه الجرائم عليه، خصوصا بعدما أعلن استعداده لسحب عناصره من العراق، أي أن الاتهامات له بإرسال عملاء وإرهابيين للدول العربية المختلفة لم تكن محض افتراءات أو ادعاءات، ولكنها كانت حقائق صارخة تنطق بإرهابه. ويرى مراقبون أن تصريحات نصر الله تعكس ارتباكه من ناحية، وقوة المواجهة معه من ناحية أخرى، وحرصه على أن لا يتم شلحه نهائيا من لبنان بعدما انكشفت مؤامرته على العالم أجمع، خصوصا وأنه لم يجب عن سبب إرساله إرهابيين إلى الكويت والبحرين. هل يعتبرهما جزءا من لبنان؟ كما أنه لم يجب أيضا عن علة إرساله أسلحة إلى الحوثي وضربه في العراق وإبادته السنة في سوريا. هل يعتبر هذه الدول جزءا من الضاحية؟ إنها الهزيمة يا نصر الله، لكنها لن ترفع السكين عن رقبتك وأتباعك.